تقدر تسويها وترسيها على تويتر يا مدير حق اعرف وضع هذه جديدة علي. ولا اشوف الثمنة اللي انا كاتب على ديستني، مع اني اتذكر كتبت بث مباشر او يمكن فوق بالابيض خفيف الا بالعيال. وي قاعد في السبان هم هنا. حبيبي والله فهد انت المدير يا صاحبي. بح حصل على 910 مليون يا صاحبي، اكيد ما راح اذبح يا ابوي. اقصد 910 مليون فلوس يا صاحبي لو مش ابو سبسكرايبر انت. مهما يصير ما تقارن حياة شخص بفلوس يا صاحبي ولا بشيء. عرفت؟ اكيد راح اختار صاحبي يا صاحبي. على راسك تقوم لك سريع بأروح أنا هناك أبو السريع الجهدي. تعال إيزابن ما هذه قدر بدأ او تقصد الثمنية من فوق. اوكي انتبهت عليك يا صاحبي. اوكي فهمت ايش قصدك. شلت هذه ما شلت عجل كذا مرة خفيف ما خفيف الدستني مكتوب بالشفاف. هذا الاوربت هذا يا ابوي هذا عم بيقصف الحين. شوف هاي. اوه اوكي ساتلايت والله جبار دي عجبني. فكر شوي اتعلم فيه حاجه. لك خوينا ما بتفاهم معاه. اهم معاه طيب. اتوقع ان يجيهم من هنا. الله حاشرهم في الرسبون. حاشرهم في الرسبون. لا 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 ما اتفقنا كذا. تعال عزز لي بس ما يطلعون. اما ما في مشاهدات بث اليوتيوب ما عجبني الصراحه. يعني احس تويتش افضل ما ادري ليش. الله عزبني عيال جباره حبيته. الله هزبني حبيته. في حمر الدستور انت يا ايس كلمباي. ايش الجهد ايش مسوي فيهم يا جهدي. اسوي تي باك يا صاحبي بس الحين مو جو تي باك.
بس في زحمة يا مدير، وين؟ خلنا نقتلهم، خلنا كم قاتل 19-3، والله جبار الجيم. فكرتي بتحرك، لا تتحرك يا حبيبي، انت لا تتحرك، لا تتحرك. نرجع مرة ثانية جزء ابن حبيت يا صبيان. هلو، ابي ارجع هذي الزبنة اللي حقي. آه شافني، لكن راح ارجع تويتش يا صاحبي، راح ارجع تويتش بعد اليوم. مرة ما احس في مشاهدات ابدا يا صاحبي. والله جبت كم، مبروك يا صاحبي، مبروك والله، البركة. هذا الأحمر يا روح جرب، ارجع زبنتي يا صاحبي. اخ ما في فايدة من ورا جابني. والله بس الصراحة تشوف ملابس، انا حسيت انه ممتاز حق اوركس اذا داخل بابا ما يخلص الايمو، غير ما حسيت ذاك الزول يعني، بالنسبة لي يعني ما ارتحت له. يا ابوي خليني ارجع محلي ديك الزبنة، ما حبه ده. هربنا من الموت؟ يا بتقول ايه؟ اوه والله كنت ما توقعت اني اهرب من الموت. ايش يضل علي؟ ربيت الجرنيد، ضرب رمى الجرنيد ومات. بس لو بندي اي سلاح ودي اقوي. والله ما ادري يا صاحبي، انا ممنوع الناس اذا خلاص العب بسلاح واحد، انوع في اشياء كثيره يعني، عادي كل يوم شوي، كل يوم تشوفني سلاح. عرفت يا صاحبي؟ بس حاليا بصراحه اقول لك 1000 يارد احسن سنايبر عندي، واحس احلى شيء العب فيه، ارتاح فيه مره. وات؟ ايه كذا تموت. ثون خلاص يا صاحبي، خلاص الثون. انتهينا من الثون. انا يلعب فيه ترى، بعد في قوة الثون، مو ما في قوة، بس انه
تحس انك قاعد تلعب سنتين في سلاح واحد، هذا القسوة يعني. ثون انتهز من الثون خلاص، ثون قال هون خلاص يا صاحبي. قوي ما يبي يقتله، شو السالفة يعني؟ يا الله لو بده سريع جبته. ايش علق اللاعب يا ابوي؟ ابوي علق. اوكي ترت اللي وراي صاحبي. اسلحة السنة الاولى مسحته، ما عاد اللي العب فيه في كروسبل مثل بارتي كراشر عندك في الوينتر لاي، هذه الاشياء اللي العب فيه في كروسبل خليته، غيرها كلها مسحته. لفيت برينجر مسحته خلاص، ما ايش اسوي فيه؟ اي والله ايش اسوي فيه؟ كيف ما بفيدك باي حاجه؟ كأن طريق خطأ. وينهم بس؟ خليني اسمبرهم يا عبدي، ابي اسمبرهم. سمبر سمبر. ما ادري وينهم، شكلهم قدام راحوا. قاعد ورا بعدني. والله قدام. We have activated an uplink station. Prepare for enemy counterattack. أنا الهند كان ما يجيبك فما في أمل أتحداك. ابوي على هالتانكر ذي، يا الله انا ما اموت الا منهم، ذي اكرههم. تقول عبد اي؟ بدي خلاص النت مستحمل معك. شر. من وراي يضربني، وش السالفه؟ الله يا عبد الحق علي مفجرهم. الله ديفيتد، يا الله كل ذا ديفيتد. اي والله قاتل يمكن ما يمكن 40.
هيك كده 40 16 طبعا عليها. حلو تقول لهم عيد في تطور يا عبدي. هذه لفن لبيع الأجبان.